أخبار المال، أهلا بكم. دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى إدراج الأمن الطاقوي بمفهومه الشامل في صلب اهتمامات أهداف خطة ماتيا الإيطالية. عطاف في كلمة ألقاها باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال جلسة النقاش حول الأمن الطاقوي في القمة الإفريقية الإيطالية، شدد على ضرورة حشد وتعبئة أدوات ووسائل التنفيذ المتمثلة في توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة التقنية ضمن مقاربة تهدف إلى تحقيق شراكة طاقوية مستدامة فعلية وفعالة. هذه الخطة التي نأمل أن تضع في صلب اهتماماتها وأهدافها تجسيد الأمن الطاقوي بمفهومه الشامل، وأن تتكفل على النحو المطلوب بالتحديات التي تواجهها الدول الإفريقية في هذا الإطار، والتي يمكن إبراز أهم ملامحها في 5 نقاط أساسية. أولاً، تحدي تعزيز قدرات البلدان الإفريقية المنتجة للمحروقات. ثانياً، تحدي تغطية المتطلبات الطاقوية لسكان القارة الإفريقية. ثالثاً، تحدي التمكن من الصناعات البترولية والبتروكيميائية والتحكم فيها. رابعاً، تحدي عصرنة البنى التحتية الخاصة بإنتاج ونقل المحروقات وموارد الطاقة الأخرى وتأمينها من أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة. خامساً وأخيراً، تحدي كسب رهانات الانتقال الطاقوي الذي أضحى يشكل مطلباً ملحاً للبشرية جمعاء. ومن هذا المنظور تؤكد الجزائر على ضرورة بل حتمية حشد وتعبئة أدوات ووسائل التنفيذ المتمثلة في التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدات التقنية ضمن مقاربة تهدف لتحقيق شراكة طاقوية مستدامة فعلية وفعالة. عطاف جدد التزام الجزائر بالمساهمة باعتبارها شريكا موثوقا في تعزيز الأمن والانتقال الطاقويين في أفريقيا والمنطقة الأورومتوسطية، وبتجسيد شراكات ملموسة تستند على 3 محاور. الجزائر التي تجدد التزامها بالمساهمة كشريك موثوق في تعزيز الأمن والانتقال الطاقويين في أفريقيا وفي المنطقة الأورومتوسطية، تقترح تجسيد شراكات ملموسة حول المحاور 3 الآتية. يتعلق المحور الأول بدعم جهود إنجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء نيجيريا النيجر الجزائر، الذي سيسمح بنقل أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً نحو أوروبا، مساهماً بذلك في تعزيز موقع إيطاليا كقطب طاقوي مركزي وكمنصة لترقية الأمن الطاقوي الأوروبي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضائين الساحل الصحراوي والأورو المتوسط. ويشمل المحور الثاني دعم المساعي الرامية إلى تطوير بنيات تحتية واسعة لربط شبكة الكهرباء الوطنية مع البلدان الإفريقية والمتوسطية المجاورة، خاصة وأن الجزائر تطرح فائضاً قدره 10,000 ميجاوات من الكهرباء يومياً، وتتطلب إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية عبر إضافة 15,000 ميجاوات من الكهرباء الخضراء في أفق سنة 2030. ويتمثل المحور الثالث والأخير في مرافقة مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر، وبالخصوص فيما يتعلق بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز مشاركة الجزائر كفاعل أساسي في المشاريع الأوروبية الهيكلية، وعلى رأسها مشروع ساوث H2 كوريدور.
كشف وزير الداخلية تونسي كمال الفقي عن مشروع دراسة خاصة بالتنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية عبر الحدود ممثلة في ولاية الطارف الجزائرية وجندوبة التونسية. المشروع الثنائي سيكون ممولا من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في المرحلة الثانية من برنامج المساعدة المعروف بأفتياس. في محطة تهدف إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الإيجابي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بمبادلات تجارية وفق مقاربة تعمل على تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق الحيوية التنموية في المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، تعلن الجزائر وتونس عن إنشاء منطقة حرة على مستوى مدينتي الطارف وجندوبة كمرحلة أولية. انفتاح ثنائي متعدد الجبهات ينتظر أن يعمم عبر ولايات حدودية أخرى في الأمد القريب. كما أدعوكم السادة الولايات إلى كل العناية اللازمة خلال أشغالكم اليوم لجملة من المحاور قصد دراسة سبيل تجسيدها وفق ورقة طريق عملية، والتي تتمثل لا سيما في أولا تطوير المعابر الحدودية وجعلها أقطابا للتنمية في الجميع على دراية أن أكبر عدد من المنافذ البرية تتقاسمه بلادنا مع الشقيقة تونس، حيث وجب تطويرها بالنظر للأهمية التي تكتسيها من ناحية تنقل الأشخاص والتبادلات التجارية بما يسمح لها بمواكبة التحديات التنموية لبلدينا. التحرك المشترك الممول من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من شأنه أن يخفف الصعوبة التي تواجهها تونس بفعل الأزمة الاقتصادية من خلال آليات تجعل حدود بلدها مع الجزائر أقطاباً اقتصادية تعطي دفعاً قوياً مهماً بترجمتها إلى برامج ومشاريع واقعية ترتقي بالمبادلات التجارية إلى مستويات تعود بالفائدة على الجانبين بمبدأ رابح رابح. إننا إذ نبارك هذا التوجه في إطار علاقات التعاون متعددة الأطراف، ونتطلع إلى تجسيد مخرجات هذا الاجتماع والبرنامج عموما، فإننا نأمل في مزيد تعميم هذه المشاريع لتشمل باقي الولايات خدمة للمصلحة المشتركة. الجزائر وتونس تسيران نحو تطوير علاقاتهما البينية بتفعيل أول منطقة للتبادل التجاري الحر، خطوة تمكن العديد من المؤسسات الجزائرية من تصدير المنتجات ذات الوسم الوطني نحو البلد الشقيق، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الجزائري ويرفع من جاذبية سوق الاستثمارات الأخرى، مقابل رفع تونس رهان اقتحام السوق الإفريقية من بوابة الجزائر. ومعنا عبر خدمة سكايب الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات يوسف ميلي. أهلا وسهلا بك أستاذ. مساء الخير أستاذ. بداية، هل ترون أن المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس سترتقي إلى مستوى أفضل من خلال منطقة التبادل الحرة الأولى من نوعها بين البلدين؟ بداية، نعتقد أن العلاقات الجزائرية التونسية هي علاقات تاريخية وعلاقات يعني متميزة وعلاقات قوية جدا، وخاصة ربما للإرث التاريخي بين الشعبين، لأننا نعتبر أن الشعب الجزائري والشعب التونسي هم شعب واحد في دولة. وبالتالي نعتقد أنه في الجانب الاقتصادي في السابق كانت هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية بين الجزائر والصناعية بين الجزائر وتونس، وكانت هناك بعض المصانع التي أسستها الجزائر على التراب التونسي، وكان ذلك كعربون علاقة وعربون وفاء بين الشعبين. نعتقد أنه العلاقات الاقتصادية للأسف لا ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، ونعتقد أيضا أنه السوق التونسية المفروض أنها وتكون السوق الجزائرية مندمجة مع بعضهما البعض. نعلم جيدا أن المؤسسات التونسية الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصناعية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لديها تجارب كبيرة مع السوق الأوروبية وتستطيع أن تلج إلى السوق الأوروبية بكل سهولة، ونحن في الجزائر وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحتاج هذه التجربة. كذلك هناك تبادلات وهناك حركات اقتصادية، أو إن صح التعبير حركات بضاعة
اقتصادية بين الجزائر وتونس، ونعتقد أنه اليوم حان الوقت أن نعطي فرصة كبيرة للمتعاملين الاقتصاديين بين الطرفين، وأن نكسب الكثير من الثقة، المزيد من الثقة لهذه العلاقات، لأنه بكل صراحة التبادلات الاقتصادية لا تعكس العلاقة الحقيقية وقوة العلاقة بين الجزائر وتونس. طيب أستاذ، المناطق الحدودية هي أهداف استراتيجية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين، خصوصا وأن الاقتصاد التونسي يبحث عن فرص لولوج السوق الإفريقية. هل الجزائر أستاذ خير شريك لتحقيق هذا الهدف للأشقاء في تونس؟ بالتأكيد، يعني الجزائر فيها إمكانيات كثيرة لإخواننا المستثمرين من تونس، والجزائر أيضا فيها مميزات معينة، وخاصة من ناحية تكلفة الطاقة، من ناحية الكفاءات التدريبية الموجودة. الجزائر يعني يعتبر سوق كبيرة نوعا ما، إذا تحدثنا عن 45 مليون نسمة. كذلك الجزائر لديها قدرة استهلاكية لدى المواطن الجزائري محترمة، وبالتالي نعتقد أن البضاعة التونسية تستطيع أن تجد لها رواج في السوق الجزائري. ونفس الشيء اليوم نحن كجزائريين أو كمتعاملين اقتصاديين نحتاج أيضا أن نبني جسور الثقة مع المتعاملين الاقتصاديين في إخواننا في تونس، ونستطيع أيضا من خلال ربما الدخول في شراكات استثمارية، وهناك بعض النماذج الناجحة من المستثمرين أو من رجال الأعمال التونسيين في الجزائر. كذلك هناك شراكات ناجحة من رجال الأعمال الجزائريين في تونس، ونعتقد أنه مع الجزائر وتونس وخاصة ليبيا نستطيع أن نشكل قوة اقتصادية في شمال إفريقيا. من خلال هذه القوة الاقتصادية نستطيع أن نعتبر أنه كقوة نستطيع أن نلج السوق الإفريقية بقوة، ومع العلم أنه كما قلنا أنه لدى إخواننا التوانسة خبرة كبيرة خلال احتكاكهم بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة الأوروبية. ونعتقد أن الجزائر كامتداد يعني جغرافي وكامتداد يعني كحدود ل 11 دولة، تستطيع الجزائر أن تكون معبر، وتستطيع الجزائر أن تكون منطلق لهذه التجربة وهذا التحالف الاقتصادي. واليوم نحن بالفعل بحاجة إلى مد جسور الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والتوانسة، ونكثر من اللقاءات، ونكثر من تبادل الزيارات، ونكثر من تبادل الخبرات، لأنه لن نجد أفضل من إخواننا التوانسة. ونفس الشيء فإخواننا في تونس يجدون الجزائر كأخ سند لهم، والجزائر دائما واقفة مع الشعب التونسي سواء في السابق أو اليوم، مثلما وجدنا أيضا الشعب التونسي يقف معنا دائما. طيب الجزائر تبحث في استراتيجيتها عن رفع الصادرات خارج المحروقات، وعلاقتها مع تونس تعززت أكثر في الأونة الأخيرة. أستاذ، سؤالي هنا، هل يمكن القول أن السوق التونسية أحد الأسواق التي هي من بين أهداف المنتجات الجزائرية؟ أكيد، هناك اليوم السوق التونسي تستورد من العديد من الدول التي من بعض البضاعة التي تصنع في الجزائر. نتمنى أن يعني حتى إذا كان هناك ربما إعانات أو قروض مالية أن تكون في هذا الإطار، لما لا نفكر في قروض لمساعدة تونس، ولكن تكون هذه القروض مقابل بضاعة جزائرية ليتسنى لنا إدخال هذه البضاعة إلى تونس. أيضا يعني ربما نستطيع من خلال أن تونس معروفة كما قلنا بالكفاءة ومعروفة بالنوعية، نستطيع أن نستفيد من هذه الخبرة ونتعاون مع بعض لاقتحام أسواق أخرى، وليس فقط للبيع والشراء. يعني نستطيع أن نكون بيناتنا تعاون وتبادل الخبرات، وأن الكثير ربما كما قلنا من البضاعة التي تستوردها تونس من الأسواق الأخرى سواء من الصين أو من تركيا أو من دول أخرى تستطيع أن تستوردها من الجزائر، وفيها تسهيلات وفيها ربما حتى مساعدات كثيرة. طيب شكرا لك الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات يوسف ميلي، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
نواصل النشرة مشاهدينا. يهدد المزارعون في فرنسا بفرض حصار على باريس باستخدام جراراتهم لفترة غير محددة بعد هدوء نسبي على جبهة الاحتجاجات في نهاية الأسبوع المنصرم. وأعلن الاتحاد الوطني للنقابات الزراعية والمزارعين الشباب رفضهم التصريحات الأخيرة للحكومة وتمسكهم بالتظاهر، مؤكدين أن حصار العاصمة سيكون في 8 نقاط بالطرق السريعة المؤدية إليها. على مشارف العاصمة الفرنسية باريس طوقت أكوام التبن المحاور الرئيسية. ثورة غضب المزارعين الفرنسيين تتوسع، وحركة الاحتجاج تستهدف الوصول إلى قصر الإليزي. هنا لا صوت يعلو على صوت الجرارات والمعدات، غير أن المطالب لم تلقى استجابة من طرف حكومة غابرييل أتال، وهو ما دفع المزارعين إلى التصعيد. هدفنا الوصول إلى قصر الإليزي الرئاسي بواسطة جرار، لكنه سيكون صعبا. لا أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى الإليزي عن طريق الجرار، لكن هذا هو حلمنا. نأمل في اعتبار استيائنا حركية اقتصادية، نشعر بالقمع بعض الشيء، فيما لا يمكننا فعل أي شيء كما نريد. نشعر حقا أننا منبوذون، وهذا يثقل كواهل الجميع كثيرا. اتساع رقعات الخلاف والاختلاف بين المزارعين والحكومة حول كبرى المدن في فرنسا إلى ساحات اعتصام. بعضهم نصبوا الخيام لقضاء لياليهم، وآخرون حاولوا النوم على جراراتهم. تعددت الوسائل وبقي المطلب واحد: تحسين الأجور وخفض التكاليف. لا يمكننا الحصول على راتب مريح منه. لقد كنت أكسب 500 يورو شهرياً على مدار السنوات الخمس الماضية. إن هذا صعب حقاً. لدينا الحبل حول أعناقنا. مهما حدث لدينا العزم على الذهاب إلى النهاية. إذا احتاجت الحركة إلى شهر فسنستمر شهراً. بعد شهر على تقلده المنصب، أتال وجها لوجه أمام غضب المزارعين المصممين على البقاء لعدة أيام في ضواحي باريس إلى حين الاستجابة الكاملة لمطالبهم أو محاصرة العاصمة من كل الجبهات. قال المزارعون البلجيكيون الذين أوقفوا جراراتهم في ميدان بوسط بروكسل قرب البرلمان الأوروبي الثلاثاء إنهم يعتزمون البقاء حتى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في المدينة يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل الضغط على الحكومات للاستجابة لمطالبهم. هذا وكان المزارعون في بلجيكا قد انضموا إلى ثورة الغضب التي تجتاح عدة عواصم أوروبية بداية هذا الأسبوع. وصلنا ليلة الأحد إلى الاثنين على الساعات 2 صباحا، ومنذ ذلك الحين لم نتحرك، وسنبقى هنا حتى يوم الخميس على الأقل. نعم، الكثير من الناس يدعموننا. هذا الصباح حصلنا على وجبة إفطار وقهوة، وطوال اليوم نرى أشخاصا يشجعوننا ويأتون لتهنئتنا على الاحتجاج ويوافقون على ضرورة التغيير. تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بالولايات المتحدة في تعاملات الاثنين 8% متأثرة بتوقعات الأرصاد الجوية، وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فيفري المقبل ب 22 سنتا ما يقارب $2.5 بنسبة 8.2% مسجلة أكبر انخفاض منذ منتصف جانفي الجاري. وأفادت بيانات أمريكية بتراجع إنتاج الغاز في البلاد إلى مستوى قياسي من أزيد من 3 مليارات متر مكعب يوميا خلال ديسمبر 2023 إلى 2,930,000,000 متر مكعب في جانفي 2024. انخفضت أسعار النفط في بداية تعاملات الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء بشكل طفيف واستقرت فوق عتبة $82، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.03% ما يعادل 0.79 سنتا، ليتراجع سعر برميل برنت نحو
$85.57 للبرميل. في الوقت نفسه انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.91% ليبلغ سعر برميل الخام الأمريكي $76.05. وتأثرت أسعار النفط بعملية تقييم الأسواق وتأثير مخاوف تراجع الطلب ومخاطر التوترات الجيوسياسية على الإمدادات. أعلنت شركة أرامكو السعودية المحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا والتخلي عن خطة الزيادة التي قررتها منذ 4 سنوات لإنتاج 13 مليون برميل يوميا. وأوضحت أرامكو السعودية أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة عن عدم الاستمرار في رفع الإنتاج إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا. تعلن أرامكو السعودية أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا. ستعمل أرامكو على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس 2024. توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع حجم صادرات الفحم إلى 19% من إجمالي الطلب في السنة الجارية بالتزامن مع حظر الفحم الروسي في العديد من الأسواق الدولية. وبحسب تقرير نشر عبر موقعها الرسمي، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يصل إجمالي استهلاك الفحم في الولايات المتحدة إلى 482 مليون طن في عام 2024، أي أقل بنسبة 29% عما كان عليه في عام 2019، فيما سيرتفع الطلب على الفحم الأمريكي في الأسواق الخارجية خاصة في آسيا، حيث حقق استهلاك هذه المادة السنة الماضية مستويات قياسية. دعت منظمات الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إدارة الرئيس جو بايدن إلى التراجع عن قرار تعليق الموافقة على التراخيص الجديدة لمنشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال. ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية الجمعة الماضي تعليق الموافقات على التراخيص، بينما تفحص مدى تأثير صادرات الغاز الطبيعي المسال على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي. وواجه بايدن ضغوطا من دعاة حماية البيئة الذين يشعرون بالقلق من تسبب بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في استمرار حرق الوقود الأحفوري لأجيال قادمة. في ظل التوقعات العديدة التي تشير لارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل، ستزداد الحاجة إلى إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات الأسواق العالمية. نعلم أن هذا الطلب يمكن تلبيته بطريقة تسمح بمواصلة تحقيق التقدم في خفض الانبعاثات. دافع مستشار الرئيس الأمريكي لأمن الطاقة أموس هوكسين عن قرار إدارة بايدن تعليق منح رخص إضافية لمشاريع الغاز المسال، مبرزا أن القرار تم اتخاذه بناء على مقتضيات المناخ والبيئة ولم يتضمن أي حسابات سياسية. أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح للبيت الأبيض. في وزارة الطاقة كان هناك تأييد كامل لهذا القرار بالنسبة لما هو عليه. أولاً، نحن اليوم أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. بناء على ما هو قيد الإنشاء، سنضاعف صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال وقدرتنا على تصدير الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. لذلك قمنا بضخ مبلغ هائل لتحقيق ذلك، لكن في مرحلة ما علينا أن نتوقف ونقول حسناً، هذا المبلغ كاف ولا حاجة لضخ أموال إضافية. نحن الآن بحاجة إلى النظر في الآثار الاقتصادية. هل لا تزال السوق بحاجة إلى المزيد؟ وما هي التأثيرات البيئية والمعايير التي يجب النظر إليها؟ ختام أخبار المال، شكرا لكم. تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة. إلى اللقاء.